أنا ما بدي ربيع يموت، وأنا ما بدي موت. بعيد الشر عنك، لا تجيب هالسيرة مرة تانية. بس أنا سمعتهم إنه قالوا اللي بيموت بيرتاح. هو اللي بيموت وبيروح على الجنة طبعاً بيرتاح. وإذا راح على الجنة والنار؟ هدول أكيد ما بيرتاحوا، والله بيضل بيعذبهم بالنار لأنهم ما كانوا مناح. بس أنا عم أفكر شو عملت. ليش شو عملت لحتى أمرض؟ أنت ما عملت شيء، أنت بس ادعي للي عملوا فينا هيك من دون قصد وللي منحبهم. بس أنا بعرف إنه هذا المرض بيموت، وأنا خايف أخي يموت وأنا أموت. بس أنا ما بدي موت. أعمار بيد الله، أنت بس ما تفكر بهالموضوع بنوب. بس أنا خايف إذا بدت روح عن جهنم. بعيد الشر عنك، أنت لساتك صغير وولد، والله بيحب الأولاد، يعني أنت فايت على الجنة إن شاء الله. أنت ما بتعرفي شيء. شو هو اللي ما بعرفه؟ الكذب مو خطيئة، والله بيحاسب عليها. نعم؟ خطيئة والله مو خطيئة. بلا خطيئة. وإذا الواحد أخطأ الله لوين بياخده؟ مو على النار. بس انت يعني انا كذبت، واللي بيكذب الله بعمره ما بياخده على الجنه. ها شفتي سكتي؟ انا كذبت على امي مرتين، وعلى اخي ربيع، وعلى بابا. انت كذباتك مو بقصدك. لا انا كذبت وقصدك، وانا كنت بعرف اني عم اكذب، والكذب خطيئه. والله يلي بيكذب بياخدوا على النار، وانا ما بدي موت لحتى اعرف انه الله سامحني. انت استغفر ربك، الله مو ممكن يعاقبك لانه انت كذبت مو بقصد الشر. انت عم صف؟ صف الخامس. معناته بتعرف تقرا. اذا بدك ترتاح تقرا بالقران الكريم، القرايه فيه كثير بتريح، واللي ما بتفهمه انا بساعدك فيه. بس أنا ما بعرف صلي. أنت ولا يهمك، أنا بساعدك. قوم معي غسل وشك ونظف حالك، نقعد بنقرا لنا شوي وتشوف قديش بترتاح. يلا تعال. ان شاء الله بلا بكي، خلص امي البسي خلينا نروح نحلل. ما بصير، لازم تروحي، لازم تحللي دم. لك بنتي بركي باذن الله ما طلع معك شيء. بركي بس بتقول طلع عبر التحليل ما في شيء اسمه طلع. قومي ان شاء الله. قومي بس الله يرضى عليك. قومي الله يسعدك. الله يرضى عليك يا بنتي. الله يرضى عليك يا بنتي حبيبي. تفضل. أهلين ما. دكتورة ممكن أحكي معك كلمتين؟ إيه طبعا تفضل. أحكي ما، شو بكي ساكتة؟ أنا كذبت عليكم. كذبت علينا؟ بشو؟ أنا طلعت لأنتقم من الرجال فعلاً. طلعت حاملة كره الدنيا. طلعت مثل العمية. يعني شو؟ يعني ما قدرت أتحكم لا بحالي ولا بعقلي. في اثنين وسخين ما قدرت إلا وأنتقم منهم. يعني بتبيعي جسدك لحتى تنتقمي منهم؟ بيعون الفيروس
اتنين بس يا مايا. اتنين بعرف اساميهم وعناوين بيوتهم، فيكم تلحقونا قبل ما يقعدوا غيرهم. مريم بتعرف هالشي؟ لا. ما بدي حدا بالمصح يعرف شو عملتي. ليش هيك عملتي يا مايا؟ ليش؟ ليش؟ بعد كل اللي عملوه فيه وتسأليني ليش؟ بس هذا اللي عملتيه حرام، حرام، كفر. انت هيك مو احسن منه. تأخرت كثير لاكتشفت هالشي. الله يسامحني. اعطيني اساميهم وعناوين بيوتهم. انا مضطره ابلغ العقيل. وانا جاهزه لاي عقاب لاني بستاهل. انا العقيد محجوب بالامن الجنائي. خير ان شاء الله. ابني ابراهيم عامل شيء لي على الباب ما بيمشي الحال يا حجي. خذ لنا طريق اذا سمحت. مزبوط الحق معك. خذوا لنا طريق يا جماعه. تفضلوا. الو. اهلين دكتوره. طيب عندي شغله صغيره بخلصها وبجي فورا. مع السلامه. هو اثنين من رفقاته، واحد منهم اسمه سعدون ابو الوفا والثاني اسمه فارس، بس لسه ما عرفنا كنيته. فارس عوض سيدي. فارس عوض. وهلا يا ابو ابراهيم ابنك مصاب بالايدز ولازم نلاقيه مشان نعالجه قبل ما يموت. لك سيدي يموت، يموت اذا عمل هاي عمله. نحن طول عمرنا شرفة ومرت عفرت. الله وكيلك. لمين طالع هاد؟ والله ما بعرف. لرفقاته اللي مرافقهم. مئة مرة قلت له أنا ما حبيتهم هالولاد. بعيد عنهم، بعيد عن طريقهم، خليك عم تشتغل بمعمل أبوك. ترك المعمل وعبده. طول بالك يا إبراهيم، طول بالك. طول بالي؟ والله إذا دريت أمه لتنجلد. خربت قيامي يا سيدي، والله خربت قيامي. إيه يا إبراهيم؟ بتعرف وين ممكن يكون ابنك؟ شو هو بيقول لي وين عم يروح؟